مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشرين جديد من مدينة برشيد. نتواجد أمام الشركة التي عرفت مؤخرا ببؤرة وباء كورونا بهذه المدينة. هذه الشركة اللي مختصة في صناعة الكابلاج هي وحدة صناعية تتواجد بالحي الصناعي بمدينة برشيد، وقد وصل عدد الحالات المسجلة بهذه الوحدة حوالي 260 حالة، تم نقلهم إلى مستشفيات بكل من مدينة سطات، بنغري والجديدة. هذه البؤرة اللي انفجرت من بعد ما شكت إحدى العاملات في بأنها مصابة بوباء كورونا، وقامت بالتحاليل اكتشفت بأنها بالفعل هي مصابة، هي نتيجتها إيجابية لتدخل الإدارة على الخط. وبعد تحليل للعاملين والعاملات والعمال داخل هذه الشركة، اتصاب أن 260 حالة لوصلت لحد اليوم، أكثرهم تم النقل ديالهم إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، بعدها تم نقل المصابين والذي تأكد إصابتهم إلى مستشفى بمدينة الجديدة من أجل تلقي العلاج. هاد الشركة اللي حسب ما توصلنا به أنها توقفت عن العمل منذ يومين، وكانت السبب في ارتفاع النسبة ديال الإصابات على الصعيد الوطني، بحيث اليوم سجلت أكبر عدد ديال الإصابات في المغرب منذ انطلاق ومنذ انتشار وباء كورونا بالمغرب. تسجلت اليوم حوالي 811 حالة. كانت هذه الشركة هي من أسباب الأساسية في هذا الارتفاع وفي هذه النسبة وفي هذا العدد اللي وصل ل 811 الإصابة. وكيف حضرت قناة شوف تيفي وحصريا للنقل ديال هاد المصابين من مستشفى الحسن الثاني بعد ما تأكد الإصابة ديالهم حسب عن طريق التحليلات المخبرية، تأكد الإصابة ديالهم، تم النقل قبل قليل. وكما حضرت شوف تيفي إلى ذلك وقامت بالتصوير فيديو تشاهدونه على قناة شوف تيفي، تم نقل 47 مصاب ومصابة تحت حراسة أمنية وتحت حراسة أمنية ديال الناس ديال الدرك الملكي. إذن هذه هي الشركة اللي كانت سجلات في الأيام القليلة الأخيرة وتعرفت كأكبر بؤرة صناعية في المغرب، شركة بمدينة سطات برشيد عفوا. إذن ما يسعنا إلا أن نتمنى الشفاء لكل المصابين والمصابات بهذا الوباء على الصعيد الوطني عامة، وخصوصا على بالنسبة للناس اللي كيعملوا في هذه الشركة. وهذا كيدعونا أننا نزيدوا نكتفوا من الوقاية ومن إجراءات السلامة الصحية ومن التباعد ومن الالتزام بارتداء الكمامات، اللي مؤخرا اليوم عاوتاني خرج بلاغ ديال وزارة الداخلية كيأكد على إجبارية ارتداء الكمامة. نتمنوا مرة أخرى الشفاء العاجل لكل المصابين والمصابات. وبهذه المناسبة كنترحموا على كل الموتى الذين وفتهم المنية جراء هذا الوباء الخبيث، وكنتمنى من الله أنه يرفع هذا الوباء على بلدنا الحبيب. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، تفاصيل أكثر بخصوص هذه البؤرة تجدونها على قناتكم قناة شوف تيفي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.